أرى سوريا تقف على أبواب المرحلة النهائية لوضع الحلول والاتفاق على تسوية شاملة حول المرحلة القادمة، وأرى أن الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي بوتين سيكونان أصحاب القرار النهائي والكلمة الأخيرة في هذه التسوية القادمة. وأخيرا، أرى أن عودة النازحين السوريين إلى سوريا باتت قريبة، ومن عدة دول وخصوصا من تركيا وأوروبا ولبنان. أرى الأزمة التونسية تتصاعد وتشعل غضب الشارع من جديد، ولا أستبعد حصول عملية اغتيال كبيرة بتهز الشارع التونسي للأسف. أما على الصعيد السياسي، فأنني أرى تونس تتوصل إلى قرار دستور وقوانين وتشريعات جديدة، مما سيجعل الأزمة التونسية تجد طريقة إلى الحلول السلمية والسياسية المناسبة، من أجل إعادة زمن الهدوء السياسي والاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي ومواسم السياحة المميزة. وأرى أن الدستور الجديد في تونس سيكون متوازن ويؤسس لبناء دولة خالية من التطرف والأزمات. أرى أن أصداء ناقوس الخطر تقترب خلال المراحل القادمة من بعض الدول الأوروبية، وأرى طبول الحرب تدق أبواب هذه الدول، بعض دول أوروبا مش كل أوروبا. ومن هنا سوف نرى مشاهد هجرة أوروبية كثيفة إلى بعض دول العالم، أجنبية وعربية، كما ستطال هذه الهجرة بعض اللبنانيين المقيمين بأوروبا الذين أراهم يعودون إلى لبنان للاستثمار وإنعاش الاقتصاد وفتح المجال أمام فرص عمل تحمل الأمل من جديد للبنان. يا رب. وأرى أن المشهد الأوروبي القادم سيحمل الكثير من المعاناة والمآسي، وقد يؤدي إلى إفلاس شركات أوروبية كبيرة، وسوف تعاني بعض دول أوروبا نقصا حادا في السيولة، وسنرى طوابير من الأوروبيين تقف بالصف أمام أبواب المصارف الأوروبية، وطوابير أخرى أمام محطات الوقود يرافقها حصول أزمة مواد غذائية كبيرة، كما سيصبح الوضع الاقتصادي في أوروبا على المحك خصوصا خلال المراحل القادمة. ولأنني لا أرى نهايات قريبة للحروب الروسية الأوكرانية، أقول إن تداعيات هذه الحرب على المدى الطويل سيكون لها نتائج كارثية وخطيرة جدا على أرجاء أوروبا، وستبقى أبواب الحرب مشرعة على بعض دول أوروبا، والجواب سيكون أو سيأتي من خلال التطورات القادمة على المنطقة وعلى أوروبا بشكل خاص. عبد اللطيف تكشف عن أخطر توقعاتها، مقبرة جماعية في إحدى الدول العربية تكشف عن مجزرة كبيرة بحق أفراد وعائلات، أخطر ما تتوقعه ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف بتتوقع كارثة بتطال إحدى الغواصات في البحر واللي هتثير القلق في عدة دول. سيشهد الوسط الفني اعتزال شخصية فنية معروفة جدا بعد اكتشاف أو انكشاف فضيحة كبيرة تطال هذه الشخصية الفنية وتصدم الوسط الفني. تلعب مواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة القادمة. سنشهد كارثة تضرب اليونان وتركيا وقبرص، وسنراها في وسائل الإعلام بشكل لافت وتسبب خسائر فادحة، كما أن لبنان سوف يتأثر بهذه الكارثة ولكن بشكل غير مباشر. سنشهد ما يسمى بالصدع القبرصي، وهو عبارة عن زلازل متلاحقة جاية من بحر إيجا بين اليونان وقبرص وتركيا للأسف، واللي هيطال لبنان من خلال البحر المتوسط. ليلى عبد اللطيف قالت ان هيتم اغلاق احدى المصحات المعروفه في العالم بسبب حادثه مؤسفه ومأساويه سوف تطال ارجاء هذه المصحه، وللاسف سيكون بها عدد كبير من كبار السن، مما يؤدي لظهور فضيحه كبيره للعلن سنراها وسنسمع عنها في وسائل الاعلام العالميه وعلى مواقع التواصل بشكل واسع وكبير. جيوش بعض دول العالم أراها تستدعي جنود الاحتياطي خاصة في بعض الدول الأوروبية منها فرنسا وألمانيا وبولندا، وبتأكد أن الحرب اللي جاية هتكون في أوروبا. كمان ليلى عبد اللطيف قالت أننا هنشهد ما يسمى بالعشاء الأخير، وأن التواجد والحضور على هذا العشاء سيكون خطير لأنه سيكون العشاء الأخير. الكارثة ستظهر وستبدأ بالظهور أمام العالم والإعلام بشكل صادم وكبير وتحت عنوان عشاء سياسي خطير سيكون الأخير. كمان بتقول إن الأنظار والإعلام على بولندا واللي هتواجه أحداث مؤسفة بسبب الحرب مع أوكرانيا واللي هتكون في قلب الحدث، ولأن بولندا من ضمن الدول اللي ليها حدود مع أوكرانيا وخصوصا إنها ضد روسيا.
فممكن تكون من أوائل الدول اللي روسيا هتبدأ تضرب فيها في الفترة اللي جاية. كمان أكدت أن أنظار العالم بتتجه نحو بورصة اليورو والدولار العالمية، وده بسبب أحداث كبيرة وخطيرة والمعركة الاقتصادية آتية لا محالة والانهيار العالمي على الأبواب، مما يؤدي لكارثة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة. قائد طائرة بيتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء القيادة بالجو، ومساعد الطيار بيقوم بمعجزة ليمنع من خلالها حدوث كارثة جوية ومأساوية خطيرة. ليلى عبد اللطيف كمان بتتوقع أن الغبار النووي، وقالت أنه هينتشر في السماء والهواء، والخبر سيظهر وسوف يظهر بشكل محزن ومؤسف في عدة دول. خطر انتشار البعوض يهدد أجواء عدة دول وبشكل غير مسبوق، وعدوى تنتشر مع هذه الظاهرة وتتوسع لدول أخرى، وبتتوقع أن ده ممكن يحصل في إفريقيا. إحدى مستشفيات العالم أراها تتعرض لتهديد مباشر وخطير، وده من خلال قيام أحد الأشخاص باقتحام هذه المستشفى وإطلاق نار عشوائي على المرضى وعلى العاملين فيها. هتتمكن قوات الأمن في الدولة من النيل من هذا الشخص المجرم بعد أن يعم الفوضى والذعر أرجاء المستشفى من جراء هذا الحدث. ستشهد بعض دول إفريقيا انتشار لافت لبعض التنظيمات المتطرفة والخلايا الإرهابية، وهذه المجموعات أراها تصل لأكثر من دولة أو منطقة في إفريقيا، وهنا سنسمع تحذير دولي خطير من خطورة انتشار داعش أو الجماعات المتطرفة في إفريقيا. انتشار مرض بارز في فرنسا وفي دولة عربية أيضا، وحتكون بعض دول إفريقيا أمام هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة لقارة إفريقيا، حتى هيشارك فيها دول الخليج. ليلى عبد اللطيف كمان بتتوقع اننا هنشوف اخواتنا السوريين في لبنان بيرجعوا لسوريا ليتفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، ومش بس كده، لكن هنشوف ايضا اللي طلعوا من سوريا او حتى من العراق هيرجعوا من اوروبا وامريكا لبلدهم، حتى اللي في الدول العربيه. احداث مؤسفه هتحصل في اوروبا من كوارث او اقتصاد منهار، وهيشعر العرب انه من الافضل الرجوع لبلدهم، لان كمان مش هيلاقوا اشغال بسبب الازمه الاقتصاديه الحاصله في اوروبا. ليلى عبد اللطيف كمان اتكلمت عن الدول المهدده بالزلازل في 2023 او الفتره اللي جايه، وهي تركيا وسوريا والعراق والاردن وفلسطين المحتله ولبنان، وهتحصل فيهم هذه الزلازل لا محاله لكن غير محدد الوقت. كمان الزلازل دي مش هتكون مدمره وهتعدي على خير، لكن ممكن يحصل دمار في بعض المناطق مش في كل هذه الدول. كمان قالت ان العدو الاسرائيلي هيوجع لبنان، والمقاومه هترد بدل الصعصعين في الاشهر اللي جايه. ليلى عبد اللطيف أكدت أن ليبيا لا زالت شايفة فيها حكومة تالتة بديلة عن الحكومتين اللي هي حكومة الدبيبة وحكومة باش أغا قبل نهاية هذا العام. كمان قالت انتشار العاصمة طرابلس في ليبيا هتنتشر فيها صور لرئيس معمر القذافي وصور سيف الإسلام، واللي هنراها تنتشر وتعم مناطق وشوارع ليبيا لأحداث مهمة. كمان سنرى صدور قرار أوروبي للمرة الأولى بيتعلق بفرض مزيد من العقوبات على الحرس السوري الإيراني، وسترد روسيا والصين بقوة في قلب الحدث، وفرنسا ستكون أمام حالة إعلان حالة من الطوارئ، وشايفة في حالة الطوارئ هتحصل في فرنسا وفي العاصمة باريس بسبب حادث خطير، وبتتوقع أن هيكون بسبب قانون التقاعد اللي مبهدل فرنسا. كمان قالت ان الانظار والاعلام هيتجهوا لتسليط الاضواء على الفنانه السوريه منى واصف، واسم الفنانه الكبيره هيشغل مواقع التواصل لحادث مهم. كمان الاتفاق على سلامه وتامين الحدود بين دول الخليج على جزء كبير من التهريب وصناعه الممنوعات بكل انواعها. طائرات ايرانيه مسيره بتحمل صواريخ جو ارض وبتستعد، والهدف مجهول والدخان الاسود يغطي المكان. وبتقول ان موضوع الطيارات المسيرة دي بقت هي الحرب دلوقتي، من خلال انك تضرب في اي حتة في اي مكان من غير ما حد ياخد باله، لان هي طيارة صغيرة وشايلة صاروخ في نفس الوقت، فهي الحرب دلوقتي بقت بالطيارات المسيرة اكتر منها من اي اداة عسكرية. اما اخطر توقعات ليلى عبد اللطيف، فبتتوقع ان هيتم اكتشاف مقبرة جماعية في احدى الدول العربية، مما يتم الكشف عن ارتكاب مجزرة كبيرة بحق أفراد وعائلات أبرياء في هذه الجريمة المؤسفة. ومع انتشار أخبار هذه المذبحة سنشهد حالة من حالات الغضب والضجة الشعبية والإعلامية الغير مسبوقة، وسيتم كشف حقائق خفية مما يسبب صدمة عارمة في أرجاء هذه الدولة العربية والدول العربية ككل. بكده متابعينا الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من توقعات.
ليلى عبد اللطيف القوية للدول العربية وللعالم. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة. دمتم في أمان الله